مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجماهير. اليوم نحن متواجدون في المتجة، اخترنا لكم فريق سيلعب دور النصف النهائي من كأس الجمهورية. فريق اليوم تأسس سنة 1941، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. أمل الأربعاء هو النادي الذي اخترناه لكم اليوم. هو فريق متواضع ماديا لكنه يصنع الحدث محليا، فريق لا يمتلك نجوما كبيرة لكنه يمتلك مجموعة جيدة أطاحت بفرق كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى، رغم أن وجوده في هذا القسم لم يتجاوز سنتين. هو فريق أمل الأربعاء الذي تأسس سنة 1941، إذ يعتبر أحد أقدم الفرق الجزائرية. بدأ أبناء المتيجة مشاركتهم في بطولة الهواة ضمن رابطة الجزائر في موسم 46-47 من القرن الماضي ليحقق الصعود إلى القسم الأول سنة 1953، قبل أن يعلن انسحابه على غرار العديد من الأندية الجزائرية بعد اندلاع ثورة التحرير المجيدة ضد الاستعمار الفرنسي. مشوار أمل الأربعاء بعد الاستقلال تأرجح بين أقسام مختلفة، حيث لعب أصحاب اللونين الأزرق والأبيض لمواسم عديدة في بطولة القسم الوطني الثاني سنوات الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الجديدة، قبل أن يعرف النادي جحيم الأقسام السفلى بسقوطه لمرات متتالية، ليحقق بعدها أبناء الأربعاء انتفاضة تاريخية بتحقيقهم للصعود في 4 مواسم متتالية، لينتهي بهم المطاف في الرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي في سابقة في تاريخ النادي الأزرق. موسم أنهاه زملاء القائد حمزة صدام في المركزية الثامن، طموح يريده مسؤول الزرقاء أكثر مما يراه البعض، فالفريق يحتل المركز الخامس في البطولة قبل 6 جولات من النهاية، رغم الهجرة الجماعية للاعبيه نهاية الموسم الماضي، ناهيك على أنه متأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية، الكأس التي يراها محبو الأمل أحسن هدية لهم في ظل وقوفهم اللامشروط مع فريقهم المحبوب. وصول أمل الأربعاء إلى هذه المكانة جاء بتضافر جهود جميع الأطراف المحيطة بالفريق، وعلى رأسهم الإدارة السابقة بقيادة عدلان جعدي المساهم بشكل فعال في صعود الفريق إلى حاضرة الكبار، دون نسيان العمل الكبير للرئيس الحالي جمال عماني رغم النقائص المالية التي يعرفها الفريق. إذن 74 سنة هو عمر نادي أمل الأربعاء، تاريخ طويل يأمل محبوه أن يستمر فيه الفريق لمواسم عديدة مع الكبار، ولما لا أن تأتي أولى الألقاب بلقب كأس الجمهورية. أول ركن من برنامج لقاء الجماهير هو انشغالات الأنصار. في أمل الأربعاء الأنصار يرون أن الدخول للملعب يعيقهم كثيرا، ويرون أن المشكلة هذا يجب أن يحل في أقرب وقت، خاصة أن هذا الفريق يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. خليكم الآن تكتشفوا انشغالات أنصار فريق أمل الأربعاء. صنع لي تريبيل جدد ويزيدوا يفتحوا لنا البيبان، باسكو البيبان شو كاينه باب وحده افهمني وجدنا تريبل هذا ماك بلعب تاع الاربعاء. نورمالمون المسؤولين كما قال صاحبنا لا بالون به، المدرجات هذه ما تكفيش المناصرين تاع امل الاربعاء. راك تشوف الواحد باش يدخل الاستاد راك تشوف رانا قاعدين دي فوا نريحوا احنا واقفين، احنا ماذا بينا نزيدوا وسعونا المدرجات باش انسان يكون كي يدخل الاستاد يكون اليس بخصوص يخدموا الاستاد. البطل بتاعكم هي الملعب على لاكوب على نروحوا نسوفو في استاد واحد اخر، اللهم امر نسوفو استاد تاعنا، السلطات تاعنا لازم يعاونونا باه يخدموا الاستاد تاعنا، خصنا يكبرونا الدخله تاع الباب ويخدموا لنا الاستاد. هذا مكان هذا واش خصنا يزيدونا تريبيل وحده ولا فيراج منيكا تولي لاباس بها الحاله. هنا المطالب تاعنا عندنا مدرجات ما تكفيناش الا غالب، حنا غاشي كبير ونطلبوا من المسؤولين يوفرونا مدرجات إضافية
باش تولي تكفي الانصار تاعنا. خصنا استاد واسع نخدمونا استاد، حنا عندنا عامين وحنا نقولوا البيجي هذا راه عنده مليار وزياده، راه 18 مليار زوج ملاير، حنا ماذا بينا يوسعوا لنا استاد. الامكانيات مخصوصه بزاف، حنا ندمي في نهضوا في لاكوب وكون الملعب مازال ما صبناش بولوغين، وحتى حنا ماذا بينا نلعبوا في استادنا، ماذا بينا كيما نقول احنا مع الفريق الانصار كاع، احنا واش عندنا من الاربعاء واش عندنا الفوتبال. على كل حال ناقش هذو مامور، البلديه على بالها والولايه على بالها، نطلبوا منهم الدعم شويه، على الاقل شويه دعم، باسكو المسجل ما يجبوش يخدموا كلش وحده، لازم لهم ناس يعاونوهم. وحنا كمناصرين لامل الاربعاء بصراحه عندنا مشكله صغيره تاع الدخله برك، هذاك هو المشكل. سمعت نشوتيك هي تستنى بزاف باش تدخل، شغل تاعي ديجا تاعي قبل ما تشوف الماتش تاعي. سمعت لي تريبي راهم يقولوا نزيدوا يخدموا لي تريبي ان شاء الله، ولكن يخدموا ماشي ما يخدموش، صح وقتاش يبقى سؤال مطروح. الدور دوك تولي الدور تاع البلديه، وحنا نتمناو من رئيس البلديه اللي كيسمعنا ان شاء الله يقدم لنا على الاقل النقائص اللي مازال يخصو، يضرب علينا عند يبوسيها شويه اللي في البليده وصاي في الملعب. هنا بكل صراحه يخصنا كلش، يخصنا لي تريبيل، الشعب نص يدخل نص برا، يخصنا كلش في الاستاد هذا. ماذا بهم يخدموا لنا استاد ونولوا كيما لي زيكيب الاخرين، مدرجات كل عام يقولون هذا العام هذا العام هذا العام، فيفري جونفي فيفري مارس، هم جابوا بينا 4 سنين من يشفاهم يقول لك احسن كم استاد احسن كم استاد، شو الغاشونا وقاعد معنا والو في الاستاد هذا بكل صراحه اخوي. 18 مليار يقولوا دراما، 18 مليار هي داخله اليوم غدوه، اليوم غدوه نبداو نوسعوا في المدرجات. ما وسعوا ما رئيس البلديه الوالي، شكون من الوالي رئيس البلديه دي جي اس كاع المسؤولين في ولايه البليده، احنا الاربعه بكري محقوره وحد ما يضرب علينا، وكما شعبوا في لاصونين واحد ما يعرفنا نساونا. معليش صح الاربعه فيها رجال تبقى في لاصونين ان شاء الله، باش يبقاو دائما يتفكرونا ما ينساوناش. لا لا الحمد لله والله لاباس، يعني كفاف العفاف، كفاف العفاف سي نورمال الحمد لله يا رب. المطالب تاعنا توسيع المدرجات، شوف توسيع المدرجات، مدرجات هذه ماهيش مدرجات على كل حال، هذه في لابيسين ما تصيبهاش، في لابيسين ما تصيبهاش، ونطلبوا من البلديه والولايه يعاونونا، يعاونونا في المدرجات. هذا واش كاين؟ يوسعوا لنا ان شاء الله شويه اصطاد، هذا واش نطلبوا، يوسعوا لنا شويه اصطاد بيسك اللي يجوا لينا شويه تولي شويه ضيقه، فاهم شويه تما ضيقه علينا هنا بزاف، وكيجوا شغل تولي مخلطه شويه تما، سي بوغ سا يصراو شويه لي مشاكل هكذا مع اللي جونا. هذا ما كان تيرا لاباس بها، رجال كاين الحمد لله، غاشي بيبليك الله يبارك، وما خاص يوسعوا لنا برك شويه سطاد باش اللي يجوا لينا تعرف ما تحدثش فوضى. هذا ما كان اللي يقول لك بلي هنا ندناو ما ندناوش، هنا لا بروف ما ندناوش، هنا يريحوا تريبيل وحده، تريبيل وحده يجوا يريحوا معنا ما ندناوش، دوك ماشي واحد يخسرها على ايكيب كومبلي وتولي هنا ما كاش وهنا عيانين، ماشي في هذا ما لا ما صرا والو، الا دراري صغار ولا عفسه تاع سي ار بي، وهما اللي بروفوكا، هما اللي بروفوكا، هما اللي بروفوكا تاع سي ار بي، واحد يهضر الحق هما اللي بروفوكا بيسك. علاش لو كان زعما هنا دنينا ليهم ما تصراش هذيك لا بروف، تصوروا في البلديه لداخل، تصوروا في الحوانه ما عارف انا في طريقهم مشاو تصوروا، دخلوا لهنا كلاو وشربوا هنا، لا بروف هنا عطاو لهم ياكلوا، والله ما خلصوا والله غير هنا الشهاد غير شراو لهم لي ساندويتش هنا. خصنا حاجه ينحونا لا بوليس زعما يديرونا في المشاكل، هذا واش خصنا، ما كاين حتى بروبليم في الصداع الاربعه، ما كاين حتى بروبليم، ماشي في الباب لا بريسيو شويه حقره تعرف، اما حاجه واحده اخرى ما يخص والو. الفارق خصنا كلش، ما كلش خصنا، خصنا لي سانيتير، الماء، الدخله، ما في الدخله لي ريسبونسابل في الدخله ما كاش، راك معايا، فما عندنا ما عندنا ما عندناش حاجه اللي ظروف مليحه، ظروف ماشي مليحه، تدخل عيان للملعب، تدخل ليه عيان. المطالب تاعنا ماشي شخصيه، وهي جمهور تاع الاربعه يندد ويطالب من الاداره والمسؤولين البلديه وغير البلديه، مسؤولين تاع الولايه البليده ككل، باهي يكملوا لنا استاد الملعب، يديروا لنا فيه لي تريبيل اللي تسع الجمهور، رانا في المرتبه، رانا نشرفوا الولايه،
نورمالمون يعاونوها ويعاونوا باه يكملوا لنا المدرجات، رانا مخصوصين. وبالنسبه للمسؤولين والمسيرين تاع الملعب ماهمش يقوموا بالدور تاعهم الواجب كما ينبغي الحال. تقريبا فتح الابواب متاخر جدا بعد اكتظاظ في الصفوف وفي الطابور في الانتظار، لكذا يكثر الاستمزاز ويكثر العنف في الملعب. هذو القادرين يتفاداو العنف في الملاعب بالظروف كما هذه، يفتح الملعب في وقت مبكر شويه ويدخل الجمهور اللي عنده التذكره يدخله، ما يخليهش برا، لا يخليه برا. استاذ على ربعه مو يفتح الفامي الفنسامي، سمعت هذه اللي تريبي ماشي تريبي، خدعوها خدعونا. نمو استاد يجي صاير دايري تريبي على القليل يفتح الفامي الفنسامي، سمعت ما عندناش بلديه، رئيس البلديه هذا ما كاين والو. شوف بلي استاد ماهوش يكفي، ماهوش يكفي، وزاد مازال زيد ما يكفيش، راه من جهه العمل من هي، سمعت. بون حنا هنا في الاربعه مخصصين صوالح بزاف، حنا ايكيب زواليه، رانا في وسط غير حنا بلديه زواليه في وسط الولايات هنايا، ماذا بينا يكون شويه تدعيم شويه منا، كاين شركات هنايا يدعمونا وان شاء الله اللي فيها خير ربي يجيبها وخلاص. نقول لك خويا دوك حنا هنايا في الاربعه كومبلي الزرقاء هي كلش، عندنا السبت عندنا تولي كان زوج جور نجوا لهنا للاسطاد نتفرجوا الاربعه، تسمى ما عندنا حتى حاجه واحده اخرى ابالرسيا، ما عندنا حتى حاجه واحده اخرى يعني اللي واحد يسولاجي ولا مو. كاين بزاف كاين بزاف كاين بزاف حفايس خاصين هنا في الاسطاد، بار اكزومبل الاسطاد ماهوش متسع بزاف، هذه حاجه الاولى. لا بريمير دي شوز دوكا دخلنا في الباب كاين زوج بيبان برك وحنا غاشي كبير الله يبارك. مش راح نقول لك خصو لي فيراج واحد من واحد من احنا الصطاد هذا ما يكفيناش، مازال صغير. نوجه نداء للسلطات المحليه ولا الولائيه ولا تاع عامه يعني يعاونونا يديروا لنا الصطاد كي الناس يكبروا لنا شويه الصطاد تاعنا، وهذا ما كان. واش يخصنا في الصطاد اسماعيل مخلوف؟ احنا ما عندناش المدرجات، هم 62 احنا حوزوا على المدرجات، ما كاش مدرجات وما كاش، كل عام يقولوا لنا بلي نخدموا لكم هذا العام نخدموا لكم مدرجات، مخصوصه مدرجات ما عندناش. سي لاسي الملعب في الولايات البليده عندنا تشاكر وعندنا تاع الاربعه ما دارولناش مدرجات، حنا نعانوا من المدرجات اولاتها، وهذا درنا هذه مدرجات بيناتنا، صورها هذه مدرجات، هذه ماسو بدائي يخدم لاتريبي خير من هذه مدرجات مسخر بينا فيها متر ونص، الغاشي ما يكفيش الانصار تاع عام الاربعاء نورمالمون يسحقوا المدرجات اكثر من هذه. واش تخصنا في الاربعة؟ انا بيان الحمد لله، كاين دراهم شكاره كاينه، لو كان ما عندناش دراهم ما نجمش نلعبوا في القسم يعني عندنا قيسنا والحمد لله، عندنا رجال، عندنا راجل واقف على امل الاربعاء جمال عمانين نشكروه بزاف بزاف، باسكو وحده ما كاينش اللي يعاونو، ما عندنا لي سبونسور، ما حنا اضعف فريق في القسم الاول، عندنا الميزانيه عندنا 6 ملاير عقبنا بها 6 ملاير، رانا نمشوا بهم الفريق. سطات اسماعيل مخلوف ما في حتى حاجه تصلح، ما كرياضي وكمناصر وفي لامل الاربعاء سطات اسماعيل مخلوف نورمالمون ماشي هومولوجي. دوموندي من السلطات يخدموا سطات راقي راه من 2010 واقيلا من 2011 بزاف اسماعيل مخلوف بزاف في صوالح بزاف ناقصين، تخرج لبرا تشوف غاشي 10000 ولا 8000 ولا جبيبان مفتوحين هذه تكفي خويا، والداخل كاين بزاف صوالح ناقصين، كاين دورات المياه ناقصه، تريبي راك تشوف بيطون، كاين بزاف صوالح ناقصين. بون السلام عليكم، مرحبا بكم، اون بليس دي سا صافي بليزير زرتونا في سطاد لهنايا. واش راح نقول لك؟ سطاد هذا ملي كنا صغار حنا نجوا لهنا خصنا بزاف عفايس فيه، خصنا بزاف عفايس هنايا، خصنا لي تريبيل باسكو راك تشوف يا خو لي تريبيل ولا ما يكفوناش كامل 20 سبيكتاتور كيفاش راح ديرهم في ويمي؟ ما تقدرش امبوسيبل. واش راح نقول لك؟ نطلبوا من السلطات ان شاء الله يعني يخدموا لنا السطاد هذا وان شاء الله يكون فيها خو. على كل حال مرحبا بكم انتم في الاربعه عندنا، ومرحبا بفريق شلف. على كل حال الحمد لله على الوضعية اللي رانا فيها، ومازال ماغري يخصنا شوية حظوظ كبيرة، وباش يخصنا هنا في الأربعة بزاف صوالح، فهم كيفاش؟ تخصنا لي تريبيل كومبليتمون، فيراج تخصنا مرافق
فهمت كيفاش؟ الضيف كي يجينا لازم يكون اتم راحه، هذا هو الشيء خصنا، فهمت كيفاش؟ خويا خصنا المنظمين دخله يديروا لنا دخله على البكري كيما اليوم صراو مشاكل، دا فتحوا لنا الباب ساعه مقبل حتى الغاشي ولا يطابعك تشوف كيف راه واحد فوق واحد، نورمالمون على الاقل يديروها زوج سوايع ماتش على ثلاثه يفتحوا البيبان على الوحده يبيعوا تيكيات صباح باش ما يكونوش كاين لا كومبرومو تاع الغاشي هذه، راهم يصراو مشاكل لا بوليس برا بقاو يضربوا كيما اليوم ضربوا مع زوج، كل يوم هكذا مشكل تاع لا بوليس مشكل تاع المنظمين، مانيش عارف انا اخويا دائما هذا المشكل اللي كتعرف الدوله. السلام عليكم، كيما ما يخفالكش خويا بلي راكب عندهم ديجا العملية فات طلعوا الناسيونال ان لا بريمير فوا دون لي ستور، راك تعرف الغاشي ماذا به يشوف ليكيب في الناسيونال ان، كاين الناس اللي ولات متبعهم شكي هبطوا ولاو يلعبوا في الاقسام سوفلو كيعاودوا طلعوا عاودوا لا غاشي يشوفوهم كذا ولا اخر زعما خدموا لنا تربين جديده، راك تشوف كاباسيتي تاع ستاد ما فيه ما يرفد والو ما تكفد ميليكالك ولا ما على باليش انايا، راك تشوف الغاشي لهنا ما عمر غاشي ما دخلوش يحبوا يشوفوا ليكيب تاعهم في الناسيونال ان، وعشاو يصاروا مشاكل في ستاد ولو من بعد حبسوهم ولو جيب سيسبونداو لهم ستاد ومن بعد عشاو مشيو مولوكي حتى عشاو داروا تريبين مونطابل هذيك من هنا باش عاودوا خلوهم ولو ريسيفيو ولا هنا. ستاد كيما راك تشوف راهم يخصو فيه بزاف حوايج بزاف حوايج، ديجا لا كاباسيتي تاع ستاد ما ترفد والو، اون بليس حاشاك طوالات ما كاش، وهذه هي زيد لو تريبين تاع لادفيرسير ما كاش ما كاش، يجي ليكيب هنا تاترو سيفي ايكيب تجي لك لهنا ما كاش وين تحطهم لي سيبورت تاعهم، ان شاء الله ياكتيفو لنا بالستاد هذا يخدموه ويزيدوا في لاكاباسيتي تاعو. لا لا في على كل حال نرحبوا بكم والسلام عليكم وعلى كل المتفرجين الكرام. المشاكل اللي خصونا في الملعب تاع الشهيد اسماعيل مخلوف هما لي تريبيون، لي تريبيون عندنا شوف الله يبارك عندنا لي سيبورتور الله يبارك وجونا من كل مكان ونرحبوا بهم ونرحب كما رحبنا بكم انتم مرحبا كل فريق، هنا ما عندناش عداوه حتى فريق، وان شاء الله يسقموا لنا لي تريبيون وحاشاكم يسقموا لنا لي بيزوان سانيتير اوسي، يجينا ضيف ما عندوش من يروح يكون يزرب هذه النفس لابد يخموا على المشكل هذا هنايا يعني. وينقص لنا العنف سي توجو بيان ايسي بور لونسي ان ميساج دو فيرتي تاع اخوه. يرى أنصار أمل الأربعاء أن فريقهم هذا الموسم قادر على لعب أشياء كثيرة سواء البطولة أو كأس الجمهورية، لكن يأملون الذهاب بعيدا في هذه المنافسة سيدة الكأس، سيواجهون في الدور النصف النهائي فريق أولمبي شلف. الأربعاء يرون أن الفريق هذا قادر على الذهاب بعيدا مهما كانت الصعوبات، إذا رأي وطموحات أنصار فريق الأربعاء خليكم تكتشفوها الآن. لي سان برومي ان شاء الله عندنا فريق كبير لي سان برومي وعندنا بريزيدون مليح كوب دالجيري تعرف كيفاه تجيبوها الاربعه جاب لنا كوب دافريك ونجيبوها هي لنا الاربعه صواليا، وهذه خدمه تاع رئيس الفريق واللاعبين والانصار راهم يعاونوا في الفريق والحمد لله ما عندناش دراهم بصح رانا نلعبوا فوتبال مليح الفريق او لاباس به ومرحله تاع دراهم وشويه شويه راهي يا ودي ان شاء الله على ربي يا خويا حنا ذاك شنو نتمناو على الاقل ندو كاس الجمهوريه ولو خطره من 41 لل 2016 على الاقل ندو كاس سمعت او ما نفرحوا اللي جانا دوك ان شاء الله يبارك راه الصطاد ما يكفيش الصطاد هذا سمعت واش راه نقول لك لوبجيكتيف نظن على حسب ما راهم نشوف على حسب ما راهم ناويين الانصار تاع الاربعاء نورمالمون لا كوب ان شاء الله هذا العام هي لوبجيكتيف والبقاء في البطوله رانا تما رانا متمنين المانتيه حنايا ومتمنين ثاني لا كوب تكون باش ندخلوا في التاريخ تاع امل الاربعاء باسكو امل الاربعاء راه فريق عريق راه ملي تاسس من سنة 1941 ما داش ان تيتر كيما كوب دارجيري رانا حابين ندو كوب دارجيري ان شاء الله عام السنة يا خويا ما تعينوناش ما نعين احنا بوديمي فينال مع فريق كبير شلف وحنا مازلنا نتعلموا احنا الاربعة نور اللي فزنا عليه بصح اللقاء كأس البطولة يتبدل ان شاء الله لا كوب دارجيري ان شاء الله سير ندوها احنا سنة ان شاء الله باذن الله لينا ماكش لينا حياة هنا كأس الجمهورية ان شاء الله تكون النهائي التاريخي الامام الاربعاء
كيما نقولوا احنا واش انا احنا رانا مع الانصار مع الفريق كيما نقولوا نتعاونوا احنا خاوه وان شاء الله تكون ديمي فينال. واش نقول لك انا الاهداف لاباس بها راهي لاباس بها مشكل لا كوب دارجير ان شاء الله ندو الكاس ان شاء الله باذن الله. والله بجيتي فاين ما عندناش باه نزيدوا باه نروح نقول لك بريمير الدنيا ما امبوسيبل رانا في المانتيان والعام الجاي فيها الخير ان شاء الله. سي نورمال قيس دراهمنا وقيس تعرف ان شاء الله نكملوا في الناسيونال نضمنوا الباقة وما تبان ان شاء الله ما نطيحوش نبقى في الناسيونال غير خلاص الدنيا هذا فريق الباقة ان شاء الله. احنا رانا مع الفريق راكم احنا رانا مع الفريق ان شاء الله مانا رانا مع الفريق واقفين معاه في ازمه ماليه اللي راه فيها وان شاء الله في لاكوب داجين ان شاء الله نروحوا ديمي فينال باذن الله. احنا نروحوا ماتش احنا نروحوا مباراه حبيبي احنا نروحوا مقابله ماتش اهداف الفريق هو البقاء ان شاء الله واللعب بالادوار الاولى في كاس الجمهوريه ذلك طمح الجمهور الاربعاء. جات مرحله مريره اللاعبين الناس تيقوس يجيب مع اللاعبين ما كاش وفي رمضان الناس تجري هو وحده ما كاش مع من يجري سمعت ويعطيها الصحه. حنا كنا نلعبوا في الويده ما ننساش باللي كنا نلعبوا في الويده كنا نسقسوا على خضاريه على حطاطبه على جندل ودوك الحمد لله ما ننساش الرئيس اللي فات طلعها يا الحمودي كي طلقها ماشي في الوقت اللي طلقها ماشي وقت عيان طلقها كنت لقاها في الديبي كان يديروا حل الفريق ما راهش هكذا حنا ما عندناش الدرام حنا رانا نربحوا اليوم نوليو ساكي ولا سيزيام صاوني شي صح شوف المولوديه شوف الميلاح اللي عندهم الدرام حنا رانا ملاح فورابور حنا لا حنا نربحوا اليوم ماشي ميلاح ربعه كي يجيبوا تبليغ ما يحبطناش كي يقول لك صراحه حنا كي نخسروا ماتش برا نخسروا في الضاوره نخسروا في السطيف نخسروا في مش عارف حنا نربحوا اليوم ماتش بجايه ميلاح بجايه الميلاح الموب هذو كاع عندك 44 نربحوا نسلكوا والعام الجاي نجيبوا لي سبونسور للفريق الاربعه هذه الاربعه ماشي تاع جمال اماني تاع الاربعه كاع من حداده لحداده من فوق للتحت كاع ولاد الاربعه كاع يحبوا الزرقاء حنا اللي راح ولا جا حنا شو حنا فيه واحد ربي يسال عليه الارسيه من البكري من 41 عمومي سته لعبوا فيها ولا لقاش مهبول والحمد لله من الزوج سته تهنيت بصح الحبه في قلبي الارسيه علي البلا نطلبوا ان شاء الله بربي العام الجاي جمال اماني لا قاعد ان شاء الله لا قاعد ولا ما قاعد دبر راسه يشوفها ربي يشوفها في السماء يجيب يعاونوه الناس تعاونوا يجيب لي سبونسور يجيب الناس اللي عندهم الدراهم كما اللي زيك بيقول احنا فاخر منا فاخر منا مولودي عندهم ملايير راه اسفل السافلين كاسكو سي صح صح ماشي صح ملاحه زيد حراش وراش احنا ما عندناش احنا ما عندناش احنا رانا نمشوا قيس الغدا قيس العشاء رانا نمشوا هكذا قيس قيس وبالانصاب انا نربحوا بكون في علمك ما كاين لا تكتيك لا والو بالطبيعه تدخل ولا غير بالطبيعه وربي معنا ليكيب هذه زواليه مسكينه ما كاش يتيمه من بك يتيمه ولا غير من كنا نقول لك كي ولا حنا الاربعه في 41 مع واد سليك مع بينات واش بقى قول لي واش بقى جاو رجعوا طلعوها يا الحموديهم ما نساوهمش كما الجعدي كما السيد علي الصافا الاداره اللي فاتت هذوك مستش خيرهم طلعوها هما طلعوها حنا بكري كنا نسقسوا على الخضريه واش دارت دوك كنا نسقسوا على الحراش واش دارت مولوديه ان شاء الله بربي في لاكم نروحوا ان شاء الله بربي بعيد نربحوا ان شاء الله نربحوا اليوم والماتش على لاكوب نخموا عليه السمانه الجايه. ان شاء الله البقاء ان شاء الله. ولا جات لاكوب مرحبا بيا رانا كاع في السطاد. احنا لوبجيكتيف تاعنا ديما المانتيا، احنا ملي طلعنا نحوسوا على المانتيا، وان شاء الله سنا بالك لاكوب سنا ان شاء الله راهي تعيط لنا بالك ندوها ان شاء الله. اش راح نقول لك خويا سنا عندنا ايكيب جان جمال رئيس جمال عماني كون لنا مجموعه لاباس بها يعطيه الصحه. كل مومون نلعبوا على المانتيا هكذا ولوبجيكتيف دوزيام ان شاء الله ويلا حب ربي رانا في الكارد فينال ويلا حب ربي نروحوا بعيد ان شاء الله بالك دومي فينال بالك لا فينال العلم لله وين رحنا هذاك هو هذاك اهداف الفريق باينه واضحه فريق ضعيف واش حبيتوا يلعب على الشامبيونا يلعب على البقاء وخلاص ضعيف ماديا نعم عندنا اللاعبين الله عندنا المستوى عندنا مستوى لو كان عندنا يعني شويه دراهم لعبوا على المراتب الاولى عندنا احسن فريق يلعبوا مليح شفتوهم لي جوار مصغر عندنا يعني هي المشكل ماديا رانا نعانوا منها لو كان عندنا الامكانيات اللي عندها في فرق اخرى رانا مديطاشين عليهم بواحد 10 نقاطي ولاكوب ان شاء الله لاكوب عام ان شاء الله لاكوب لينا باذن الله ميرسي
لوبجيكتيف تاع الفريق، لوبجيكتيف تاع الفريق مازلنا في الكنز ان شاء الله نروحوا بعيد، وان شاء الله نضمنوا الباقة نخلصوا مليح با لي برومي. بون لوبجيكتيف ديالنا في دي بي كانت المانتيا هكذا، بور لاستون نورمالمون واصيرين المانتيا ديالنا، نبقاو نجيلو في الشامبيونة هذه بالعقل وان شاء الله يكون فيها خير. بون علاش لا مع الخمسة الأولين ان شاء الله. بون لاكوب دالجيري كل مواطن ينتمي لمدينة الأربعاء يشرفوا باش يلعب فينال كوب دالجيري، اون بليس دي سا صافي بليزير أمل الأربعاء يلعب فينال في 5 جويي، وان شاء الله نطلبوا ونحلموا باش يلعبوا لا فينال ان شاء الله. لا سيزون رانا نشوفوا فيها عندنا ايكيب شابه ومليحه، وانا نشوفوا ماشي باش نروحوا بها بعيد 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 هكذا، نروحوا كات بلاص الاولين لا كوب دالجيري باذن الله، انا حابين نروحوا بها بعيد. اوبجيكتيف المانتيا، حنا المانتيا ما بقالناش عليها بزاف، واحد 6 بوا ولا 7 بوا نضمنوا المانتيا ان شاء الله، ولا كوب كيما يقول لك كان ندوزوا الملاحه كاردو فينال نقدروا نقول لك نحلموا باش نروحوا البولا فينال كاع ان شاء الله. هدف الفريق اون توريكا يباينو يلعبوا المانتيا، اون اتوندو نزيدو شغل يفورميو ايكيب مليحه، ما تنساش باللي ايكيب جديده، جا بريزيدون جديد، كان بريزيدون اللي طلعها 4 فوا راح من بعد جا بريزيدون جديد دار ايكيب لا بريميير فوا تاعو في الناسيونال ان، ومادا به يلعب المانتيا هو لي بريمي طون، اون اتوندو يدير ايكيب مليحه ويشوفوا في الناسيونال ان باش يولوا يلعبوا لي بريمير ان شاء الله. وما وين يروحوا لهم مليحه لهم اوتوليكا جامي ما راحوا حتى للتور هذا، كان الويتيان فينال هما الماكسيموم تاعهم، هاد العام يلعبوا لو تو بور لو تو شامبيون يلعبوا المانتيان لا كوب يلعبوا لو تو بور لو تو، وين راحوا وين راحوا لهم مليحه لهم اوتوليكا مليحه ميم لي جوار. بون لوبجيكتيف نورمالمون بالماتش تاع اليوم هذا نورمالمون صوفينا المانتيان، وان شاء الله نروحوا بيت في كوب داجيري ان شاء الله، او موا دومي فينال ان شاء الله يا ربي. Le maintien, Inch'Allah, pourvu que ça tient. La Coupe d'Algérie, le Khatar l'a fait 84%, voilà qu'Inch'Allah, Inch'Allah, bienvenue la demi-finale, on bangue sera. Non, خصنا عماني والجعدي يتخاووا هذا مكان. خاطرش حنا فاميليا واحده هنا في الاربع ان شاء الله ممكن يكونوا تخاوة ويعيشوا لاباس بهم كما كان الحمد لله يا ربي لمصلحه الفريق، وان شاء الله يتخاووا ويولوا في فريق واحد ودعموا الفريق هذا. معليش الجعدي وعماني يدبروا راسهم، احنا نحبوا كلمه فيها ثلاث حروف ار سي ا، اللي يجيب الفلوس الاربع مرحبا به خويا، وحنا الاربع كاع خاوه ما كاش هذه واحد من جيبول واحد من القريه، احنا كاع خاوه الاربع هذه واحد ما احنا نتمنوا ان شاء الله يتفاهموا، بصح احنا ما نحبوش الاسماوات، احنا نحبوا فريق امل الاربعاء، احنا اللي يجي يحكم الاربعاء ويتهلا في الاربعاء هذاك هو اللي نحبوه احنا، وهذاك اللي نشجعوه ونكونوا معاه. وعاد لان الجعدي راه وليد الاربعاء وجمال كيف عاد لان مد الاربعاء وجمال مد، وان شاء الله يتفاهموا وان شاء الله يديروا لنا حاجه مليحه. ناس خلاطين لا غالب، كاين ناس خلاطين يحبوا يديروا الفتنه، وهم كاين ناس مانيش عارف صالحوا بيناتهم هم ولاو كيف والحمد لله يا رب. هما الجعدي عماني خاوة احنا ماذا بينا خاوة اليد في اليد ونقضوا امل الاربعاء، وان شاء الله الكأس يحملوها في زوج كيما نقولوا كي عدلان كي جمال. معنا الهضره هذه قال لك عماني ولا عماني يتفاهم عدلان، ان شاء الله احنا ماذا بينا يتفاهموا، احنا ماذا بينا الجعدي يولي ويحط يده في مع عماني ان شاء الله، وان شاء الله العام الجاي يكون فريق حاجه جديده كاع. سمعت وحنا نتمناو ان شاء الله نتمناو الخير للزرقاء هذه. الزرقاء هذه هي حنا كلش، ما كاينش واش نديرو. تخرج من داركم ياك خدام الزرقاء. ما كاينش حاجه واحده اخرى كذب عليك. وان شاء الله يا ربي كاينه حاجه ان شاء الله ندو طروا فهم ما تقصروا. حنا لافير عماني جعدي هذه افير نورمالمون ما تكونش كامل كاع. باسكو على راهم كامل ولاد بلاد وحده لهنا، يا نورمالمون يتكاتفوا ويحطوا اليد في اليد باش في صالح الفريق وفي صالح بيشو يحطوا المصالح الشخصيه تاعهم، كل واحد يحط مصالح الشخصيه تاعو ابار يشوفوا مصلحه الفريق هكذا، والشعب هذا يخزروا للشعب هذا باش يفرحوهم. هذا ما كان احنا هذا واش رانا متمنين. الاداره ولا غير جمال يخدم، وجمال جمال جمال الغاشي اللي ما خلاوش يخدم، جمال ولا غير جمال دوك غالب كي كيكذب على جوال
قال لك ذبا الجوار قال نخلصك ولا من بعد ما تخلصوش ولا يخلصوا من بعد يغلقوا جمال وين يجيب دراهم جمال ما كاش الاربعه ما عندهاش لي سبونسور عندهم موبيليس بورك واقيل الاربعه كاش لي سبونسور الاربعه فريق فقير فقير جدا وانا راني مع جمال الله غراني مع جمال ما قريتهم لا في الشامبيون راني مع جمال قلبا باسكو يخدم راه يخدم جمال كاين عباد ما يخلطوا له نتمنوا من العباد هذو يا خويا يهديهم ربي ان شاء الله.